اوكي، احنا هنا مثال، وصراحة مثال عريض عندي كيف نحسب السيستم او النويز نتيجة التمبريتشر. يعني هذا المثال هيوضح لي كيف نحسب النويز نتيجة ايش التمبريتشر. فاحنا دائما بالمثال ينطينا، يعني هذه كلش ملاحظة مهمة، refer to the input، يعني يريد من عندي total noise عند الانبوت، التوتال نويز في جهة الإدخال اللي هي تكون هذه، يريد ايه هذا التوتال نويز. اوكي، فدائما يكون التوتال نويز في جهة الإدخال حسب ما هو يطلب من عندي بالسؤال. وأيضا قلنا في حالتين قد يكون يعطيني هذا الرسمة أو يعطيني رسمة أخرى. احنا لازم نعرف كيف نوجد التوتال نويز، كيف نوجد التوتال نويز. مفتاح الحل هو هاي المعادلة اللي هي التي اس، كيف نوجد التي اس. خلي بس نمسح حتى نكتبها. استاذ عادي اشرح عليها ليش نسمعها؟ ما يخالف حتى اكتبها مرت اللغة اشرح عليها. يعني هي التي اس كيف نوجد، اشنو هي التي اس، اش عرفناها؟ temperature source. temperature source، ممتاز. بهالنقطة هذه كيف نحسب التي اس؟ أول شيء عندنا التي انتينا موجودة بروحها، فناخذ التي انتينا مثل ما هنا أخذناها، فتساوي التي انتينا. أوكي، بعدين التي اي 1 هو التوتال نويز للبلوك واحد، أو خلينا نقول للو نويز امبليفاير، تمام؟ هذا إذا نسقطه بهالمكان هذا هو نفسه اللي موجود داخل البلوك، يعني ما كان انضرب بالكسب، ما كان خرج لحد هاي النقطة هذه، إيه هذه النقطة، هو بعده داخل البلوك. فلو طول هو داخل البلوك نعتبره هو في جهة الإدخال، فبس نجمع مع اي تي اي 1، يعني تي انتينا هي جهة الإدخال. أيضا في هالنقطة هذه عندي التوتال تمبريتشر لبلوك 1، بلوك 1 هو اعتبار اللو نويز امبليفاير. اللوس نتيجة الكيبل، هذا اللوس نتيجة الكيبل، احنا عندنا قانونين، قانون كان لحساب اللوس، يعني اذا تتذكر القانون قلنا تي اي نتيجة اللوس كانت تساوي لي ال ناقصا واحد في تي اكس. هذا القانون لحساب الضوضاء نتيجة اللص. التي اكس شنو هي؟ من يذكر التي اكس اذا تتذكروها ايش كانت تساوي؟ الامبيانت نويز، الامبيانت نويز. التي اكس هي الامبيانت نويز، اشنو الامبيانت نويز؟ يعني درجة الحرارة المحيطة بالجو. وقلنا التي اكس تساوي لنا هذه تساوي تي نوت، والتي نوت هي درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الغرفة. إذا ما أعطانا إياها بالسؤال إيش قد ناخذها؟ 290. 290، كلش ممتاز، بالكلفن، بالكلفن، إذا ما أعطانا إياها، فالتي إكس هي تي نوت. فأنا كتبت القانون هنا، أشرح حاجة كتبت زائدا درجة الحرارة نتيجة الكيبل هي L ناقصا واحد تي إكس. بس انا اريد اسقط هذه درجه الحراره عايش على الانبوت، فحتى ارجع على الانبوت لازم نقسم على منه، على جي 1. واضح ليش قسمنا على جي 1؟ لان عاد ارجع، هاي شوف هاي الاشاره عاد ارجع على الانبوت. اوكي، واضح، هاي لحد هنا واضح. نيجي نمشي هسه خطوه اللغة. هسه وصلنا للنويز فيجر او النويز فاكتور، يعني ما نفس الشيء. اذا تتذكرون ايضا التي اي نتيجه ايش النويز فيجر ايش كانت تساوي؟ تساوي اف ناقصا واحد مضروبه في تي نوت، هذه لحساب الضوضاء نتيجه النويز فيجر. هذا القانون شنو يستخدم لحساب الضوضاء نتيجة النويز فيجر، تمام؟ لكن بما أنه عندي النويز فيجر
يعني يجي شوي يندحق على الشكل. النويز فيجر انضرب في ايش؟ في اللص. يعني هذا اللص كأنه ما يسوي لي توهين، كأنه مش يسوي لي توهين، فأني لما نجي أكتب القانون أكون زائدا loss في F ناقصا واحد T not. وأيضا حتى أرجع هذه على الانبوت لازم أقسم على منه؟ أقسم على الجي 1. طبعا أتمنى يعني يكون واضح شلون عن نكتب القانون أو طريقة الكتابة. أوكي، فضربناها باللوس، ضربناها باللوس لأن هي قبل اللوس، عفوا بعد اللوس، قسمناها على الجين حتى ايش نرجعها على جهة الانبوت، هذا السهم على جهة الانبوت. فهذا هو القانون، بس تطبيق مباشر للقيم اللي هو كان اعطاني اياها بالسؤال. لكن هنا خلي ببالك انه اللوس والجين والنويز فيجر يجب ان يكونون باللينير بالريشيو وليس بالدي بي. هذا ايضا انتبه عليها على اعتباره وكان اعطاني القيم كلها بالدي بي بالسؤال، فانت بس مجرد تحولها للريشيو. اوكي؟ فهي اوكي دكتور اشتغل. عفوا بس هذا الجزء ناقص لك وبعد. الصفحه القبل يمكنه اشتراه في نفسه هذا القانون اللي اشتقيته هسه. قصدك اللي بعده؟ لو هذا الشكل؟ قبله. هو صفحتين بس. ايه كتبنا هذا القانون لهذا الشكل نفسه واخذنا مثال عليه. تمام. بس خلي بالك لما يتغير الشكل راح شويه القانون يصير بتغييرات للشكل الثاني. اوكي؟ تمام عاش شيدك دكتور. هلا بك. يعني لحد هنا ان شاء الله اوكي الامور. اوكي نور استاذ شوي لي جوا الصفحه حتى هاي الملاحظه وننقله. طيب. جاهز تمام عاش شيدك. هلا بك. خلي بس اسالك. يعني هذا القانون الثاني لهذا ايش؟ لهذا الشكل، شويه تغير الشكل، خلينا الكيبل قبل ايش؟ قبل اللو نويز امبليفاير. والملاحظة قلنا لإيجاد درجة الحرارة لأي بلوك، بلوك نقصد به أما لو نويز امبليفاير أو نويز فيجر. إذا كان البلوك بعد الكيبل فإن درجة الحرارة الكلية لهذا البلوك تكون مغروبة في اللص. وهذا الشيء سويناه قبل شوية، ضربناه في اللص. أما إذا كان البلوك بعد الامبليفاير فإن درجة الحرارة الكلية لهذا البلوك تكون مقسمة على الامبليفاير. يعني بعد الكيبل نضرب في اللص مثل ما سوينا فوق. بعد الامبليفاير نقسم على الجين مال الامبليفاير. فانت اي سؤال يجيك بس تستخدم هاي الملاحظتين، لازم تعرف القوانين ايضا الصحيحه اللي تستخدمها تحل السؤال ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. راح اوقف التسجيل وان شاء الله الفيديو انزلكم اياه اليوم.